بداية لا بد أن نقول الرحمة والخلد لشهدائنا الأبرار والحرية للمعتقلين والنصر لثورة الحرية والكرامة السورية. كان مثلا يقال يؤتى إلينا بعد كل تفقد أخذ عدد، متى ما دخلت إلى تنور انقطعنا عن الدنيا، فقط يقولون أخرج من لديك توفى، يعني مين عندك ميتين طالعون، بالإضافة إلى الأمراض، السل هاجم كل السجن، الكوليرا، بالإضافة إلى ذلك حتى الجرب، هناك ناس ماتت من التقيحات، هذا لا يعقل، ولكن أنا رغم أنه مضي السنوات العشرين ولكن لا تزال بعض الأعراء أو الآثار موجودة على الجسد هذه لا تذهب. كنا نأمل أن تترفع المعارضة السورية عن جميع أعراقها، إثنياتها، ولاءاتها، تنظيماتها في ظل هذه الظروف التي تعيشها، اللحظات الحاسمة التي تعيشها الثورة السورية من أجل إسقاط نظام أسد، ومن ثم بعد ذلك يدا بيد نعيد بناء سوريا، ومن ثم يلتفتون إلى تنظيماتهم وإلى تحزباتهم.